أركان الصلاة. Так, ламази арканш. لابد أولا من القيام في صلاة الفريضة. أن يصلي قائما لا يصلي جالسا. نعم، ولابد من تكبيرة الإحرام أي قول الله أكبر. تعقى الله أكبر أو تكبيرة الإحرام دتسو. ولابد من قراءة الفاتحة. إشت فاتحة دو ركن يقير. ولابد من الركوع. يو ركوع دو. والرفع من الركوع. يو ركوع يرحل تعرضو. ويسجد على الأعضاء السبعة. يو ورخ ميجين يسجد دردو. ثم يعتدل ويرفع من السجود. تولت أحا صبر دويا يخ سجود يرحل غاتي ويجلس بين السجدتين يوغا شين سجود يقع وحخوب إيه ولابد أن يرتب الصلاة على ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوغا بايمرو صلى الله عليه وسلم أتروغ معها حد دوتو إيه نعم ولابد يطمئن في صلاته يعني لا يصلي ينقر الصلاة بسرعة صيغة تلوشة ويقرأ التشهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات. آخر تشهد آخر تشهد الأخير. آخر دول تشهد ركن. ولا بد أن يقرأ التشهد وهو جالس. يو يتشهد ويشخين هاي التحيات إذا خين عشخل ويشون يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية يو إبراهيمية بوش صلوات تلتوا نعم وأيضا لابد من التسليمتين يو شيء سلام دل ديستوا تحر دي